رسميا تم نقش اسم الفنان الراحل طلال مداح على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة في مدينة أبها من قبل وزارة الثقافة، وذلك تنفيذا لقرار صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة بتسمية المسرح باسم الفنان السعودي الراحل تقديرا لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية، حيث وضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نقش عليها اسم الفنان الراحل، كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار تسمية تاريخي الصادر في يونيو الماضي. حقيقة إنه أنا ماني محصل الكلام ما أقوله عشان أقدر أعبر عن شعوري وفرحتي بهذا اللقاء الطيب اللي لقيتوني فيه. وأنا في الحقيقة سعيد بتواجدي معاكم. وأتمنى يعني ان ربنا يوفقني في اني اكون عند حسن الظن، وان شاء الله السنوات الجايه بافتتاحيه هذا الصرح الفني العظيم يسعدنا باللقاء معاكم، ويسعد الاخوان الزملاء كلهم بالتواجد معاكم، وهذه فرحه عظيمه الحقيقه، والحمد لله.